أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. التيك توكر خديجة تعلن تدهور الوضع الصحي لزوجها هشام، إليكم التفاصيل. أعلنت التيك توكر المغربية خديجة الصديقة عن تدهور الحالة الصحية لزوجها هشام الذي يصارع مرض السرطان من خلال تدوينة نشرتها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. وكشفت خديجة الصديقة في التدوينة أن صحة هشام لا تستجيب للعلاج، موضحة المعاناة المستمرة التي تمر منها هي وزوجها. وكتبت التيك توكر: كنحس بالدنيا كدور بيا، كنكتب ليكم بواحد الغصة في قلبي ما عالم بها غير الله. كاع داكشي اللي دار هشام مسكين في العلاج، كلشي بحالي لما درنا والو، رجعنا تاني لنقطة الصفر. تعذب، تكرفص، تمحن بزاف، يا ربي تخفف عليه وعلى جميع مرضى المسلمين. كما طلبت خديجة الصديقي من متابعيها الدعاء لزوجها ولجميع مرضى السرطان بالشفاء والتغلب على هذا المرض الخبيث، مشيرة إلى أنها لا تريد أي شيء من الدنيا سوى شفاء زوجها. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد.